السلام عليكم. حقق نجاح جراحين أمريكيين في زراعة كلية خنزير في جسم إنسان اختراعا علميا كبيرا بعث بأمال كبيرة لدى الملايين حول العالم. وبات السؤال الأبرز على الساحة الطبية، هل أضحت زراعة أعضاء الخنازير الخيار الأمثل للإنسان؟ وهل يمكن أن تحل هذه التقنية نقص أعضاء المتبرعين؟ نجح الفريق في استخدام خنزير تم تعديل جيناته بحيث لم تعد أنسجته تحتوي على جزيئي معروف بأنه سيؤدي في الأغلب لرفض الجسم للعضوي المزروع على الفور. وقال الأطباء إن متلقية الكلية مريضة متوفاة دماغياً ظهرت عليها علامات ضعف في وظائف الكلي، ووافقت أسرتها على التجربة قبل أن يتم رفعها من على أجهزة الإبقاء على قيد الحياة. بينما الجراح المسؤول عن هذه الزراعة روبرت مونتغموري أن الخنازير المعدلة وراثياً يمكن أن تكون مصدراً مستداماً ومتجدداً للأعضاء، كما هو الحال في مجال الطاقة عند استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. بعد هذا الاكتشاف الكبير، ما حكم الإسلام في استخدام أعضاء الخنزير في الأغراض الطبية؟ هو نقل الأعضاء من الخنزير إلى الإنسان حرام كنص تشريعي وليس نصا فقهيا يقبل الاجتهاد، لأن في فرق بين الشريعة والفقه. الشريعة طالما آية محكمة من كتاب الله أو حديث صحيح يبقى ده نص تشريعي، إنما الفقه اللي هو الفهم البشري يقبل الحق والباطل والصواب والخطأ إلى آخره. أولا في الشريعة الإسلامية، وعلى فكرة وكذلك في الشريعة اليهودية، يحرم لحمه وسائر أجزاؤه واعتبار نجاسة عينه، وبناء عليه ما ينفصل عنه من سوائل كلعابه وعرقه، وما ينفصل عنه من الأجزاء الداخلية لحوم الخنزير. شحوم الخنزير، الأعضاء التي في داخل الخنزير في الشريعة، مش الفقه، في الشريعة الإسلامية تحرم لوجود هذه النصوص التشريعية.